وعن الذكرى السابعة لمشروع العراق الجامع الذي أطلقته هيئة علماء المسلمين في العراق مع القوى الوطنية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان مسؤول القسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري. مرحبا بك معنا. حياكم الله وأهلا بكم. سيد معاذ، ما الذي يمكن أن يقال عن مشروع العراق الجامع بعد مرور هذه السنوات على إطلاقه وهذه التداعيات والأوضاع التي وصل إليها العراق في السنوات الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم بالضرورة أن هيئة علماء المسلمين ومنذ الأيام الأولى لتأسيسها وضعت من تتضمن منهاجها ومسارها أن يكون الرأي الجمعي هو القول الفصل في فكرها وحراسها ومشاريعها على اختلاف أنواعها ومضامينها. وفي غير ذلك فإن مبادرة العراق الجامع بوصفها خطوة أولى ومؤسسة لمشروع معتبر كثير لتوفير وتهيئة فرص إنقاذ العراق مما ألم به من أثر الاحتلال. هذه المبادرة هي ذات صلة وثيقة بمنهجية الهيئة في التعاطي مع الأحداث ومعالجة القضايا. هذا من جانب. ومن جانب آخر تعد المبادرة سابقة من نوعها في ميدان العمل المناهض للاحتلال من زاوية النظر العملية التطبيقية. وإلا فإن مشاريع القوى الوطنية العراقية متواصلة ومؤصلة نظريا منذ الأشهر الأولى من عمر الاحتلال. ولكن ما يميز هذه المبادرة أنها ليست موجهة للنخب العليا من القوى العراقية المناهضة للنظام السياسي القائم حاليا في البلاد فحسب، بل هي موجهة إلى ما هو أبعد من ذلك، أعني ما يتعلق بمستقبل المنطقة ومآلاتها التي تستبق أوضاعها بلا شك بما يجري في العراق. وثلاثة في هذه الجزئية، فإن المبادرة بمضمونها وروحها تعد واحدا من أهم أسس أي فكرة تريد تحقيق الحرية للعراق وتخليص شعبه، ومن ثم تحسين المنطقة والإقليم من المخاطر والتهديدات التي تستهدف هوية الأمة ووجودها. نعم. هل ما زلتم تعتقدون أستاذ معاذ بأن هذا المشروع هو السبيل لإنقاذ العراق في ضوء ما يحدث الآن من تناحر بين الميليشيات؟ نعم، مبادرة العراق الجامع في الحقيقة لا تختلف بشيء عن جملة رؤى هيئة علماء المسلمين في العراق. هذه الهيئة التي امتازت عما سواها باستشراف المآلات وصف التوقعات منذ وقت مبكر جدا، حتى جاء الواقع مسابقا ومطابقا لما قالت به وحذرت منه. وبطبيعة الحال فإن المبادرة استشرفت واقع العراق وتوقعت وصول النظام السياسي الحالي إلى ما هو عليه اليوم، حيث يقف على حافة الانهيار بسبب ما يجري من صراعات وصدامات بين الشركاء المتشاكسين. نعم. هل فعلا هذه اللقاءات التشاورية وتنسيق المواقف بين القوى الوطنية المناهضة للاحتلال يمكن أن يكون حلا أو ضاغطا على هذه الميليشيات؟ كنت أسأل هل فعلا أن اللقاءات التشاورية وتنسيق المواقف بين القوى الوطنية المناهضة للاحتلال يمكن أن تساهم في كشف هذه العملية السياسية وضعفها وما آلت إليه الأمور في البلاد؟ أكيد بلا شك. نحن نقول أن الهيئة كانت وما تزال حديثة في مدين المبادرة على أن تجمع كلمة القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية تحت مظلة واحدة من أجل توحيد المواقف والعمل، سواء في التعاطي مع المتغيرات أو في التهيئة والإعداد لمرحلة إعادة بناء العراق بعد زوال العملية السياسية التي تستنزف من داخلنا بسبب تزايد الصراعات بين متغيراتها. نعم. إلى أي حد نجح المشروع في تقريب وجهات النظر بين القوى المناهضة للاحتلال والوصول إلى مقاربة بلورة مقاربة لمواجهة الاحتلال وتبعاته في البلاد؟ سيد معاذ تسمعوني جيدا الآن؟ نعم. كنت أسأل إلى أي حد نجح المشروع في تقريب وجهات النظر بين القوى المناهضة للاحتلال والوصول إلى بلورة مقاربة لمواجهة الاحتلال وتبعاته في البلاد؟ نعم. قلت بالنظر إلى أولى ثمرات مبادرة العراق الجامع نستطيع القول أنها في مرحلة نجاح مرحلي، وهي على الطريق الصحيح نحن النجاح الثاني إن شاء الله، لأنه في تجربة الميثاق الوطني العراقي دليل بين على ذلك. فإن الميثاق مثلا
الذي يلين بقوة عراقية معتبرة وله ما يقف هناك في قراءة المشهد العراقي ورفضه وتحليله هي أحد مخرجات هذه المبادرة التي كانت في الأساس تسعى إلى الوصول إلى كفاية دستور للثوابت والمعطيات التي تحدد رؤى وأفكار ومسارات العمل الوطني. فكان نفس الميثاق وما تضمنه من أسس وقواعد أبرز مثال على هذا الدستور. نعم. أشكرك مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري.